السلام عليكم خواتي، مرحبا بكم. نبداو نهارنا بالصلاة والسلام على رسول الله. زدت لكم ديك حداي ساكيني بغا كنت خلال الشغل دوك الليل ثورا كان كيدير نكشرم نقرا دوك شي طاح اسمنا يجيني ما يختبر بما نعش خيات او بغي غا فنت كنت تسكن على شي طاح هاك الباراشوت بغي حبيباتي. اليوم رانا هذا وين دخلنا جبنا شويه قضيان لهاد السمانه ان شاء الله الا كتب ربي الا كنا من حيين ان شاء الله. راح ندير بعض الوصفات معكم وحبيت نوري لكم مشتريات القليله خفيفه برك. هنا لي كروكيت تاع الامشيش تاعي تاع فؤاد بيان سور يجي لي كروكيت بامشيش ني وبجيجي هذه هي لا ليست موجه اشتريت لنا. وهنا عندي بعض الحلويات سيليكون اونفان كما يقولوا جزار وحشالف تنفيق على كيني نظام كي استقبلت. المهم كي نخدم هاد الكاطا وكلي الشغل كاني مي دي فوا تغي مي اونفان والله دي فوا تغي مي اونفان الشغل ما يلي توحر صاك خدي من كلي صافي تسوات كذا كي تجمع عاتم. كما قلت لكم خياتي دي فوا ما معنى نقعد اون بان ما عنديش باش نستقهوى صباح الوغ نجيب هادو لي جاتو للاحتياطات. هادي دي سيريال لفؤاد يحبهم يدير دي سيريال لفؤاد لكني بعد كنت تشطح من باتنجال ادخل معاك كيف كنتي في لاروسيت من باتنجال فاصون اشكيت ميكروفون دي بيان سور. هنا كما قلت لكم هنا حبيباتي جبت باذنجان جبت برك كونتيتي صغيره على خاطر قلت لكم برك القضيان صغير هذا السمانه ان شاء الله. وهنا عندي لا كورجيت اربع حبات نجيب برك بكونتيتي صغيره على خاطر دي فوا ما نلحقش نطيب دي فوا. وهنا شويه طوماطيش شي طوح طوماطيش تاعك حداي أمير شوية زروبية. هنا عندي كمية قليلة تاع زروبية وهنا الخضرة اللي نحيرو كيفاش نطيبوها شي فلور. حنا نقولو شي فلور ماشي شي فلور ماشي شي فلور شي فلور ولا كومبيط والله مازال عندي سقان اكزاكتومون فاصون كل شي فلور لقينا ولا تلقيني نتاوقفكم كيف نسبو نتاوقفكم كيف نتفالوك ساعه لي روسيت راح نتقاسمها معكم. عندي بعض الوصفات حبيباتي راح نتقاسمها معكم ان شاء الله. هنا عندي البيض على باليش الا راح يتبان لكم عندي باكيت تاع البيض. هنا حليب بو بيان سور المشروبات الغازيه وشاوين تاع التجان الكازو زيكريفكي والكينيز كاني لا ليست استنزا اذا كيني سير سانوج سانوج. هنا عندي سانوج حبيت نطيب اسميس خبز دار جبت شوية سانوج. هنا جبت معايا فلفل كحل وهنا جبت حمص مرحي لكني لا بودرنين كنقرنطيطه. راح ندير معكم تاني وصفة ان شاء الله هذا الاسبوع ان شاء الله وراح نوري لكم بعض لي باني كيف نقارنكني العلب ولا نحوس الكلمه ونولي. وهنا خياتي عندي كما قلت لكم هاد لي بواط شريتهم هادي راح نسحقها في الخزانه تاعي شريتها ونشوفها الى راهي براتيك راح نزيد واحده اخرى سينو هذاك ما كان ستاكيني هذا الجار كان ستاكيني كي كنت قناتي حدا ستاكيني بغيتي تخدم غير تخزن فيه هاد الجمعه دوك اللي شغل كي مشطح كان زعما كنت تستري وين خلال شغل نص ساعه وكذا ملي مشطح تي فافو ديني وكي مشطح لي باني كي داغون ني غاسه دوجا عندها تنخدم اسكي تنخدم لي لا كوافيوز تنخدم داخل هاد القضاء دوك اللي سنت لي بينيات نغ الحاجه كي في مشطح كنت الدنيا داها ني غاسه الجدا كي الكوز وبيان سور عاشقة العطر انا قجي هاته بغد تشمعة تاكيني جبت هاد الشمعة الكبيرة ريحتها تهبل اشكيت هذي حذاي تسعي فلودور يعني الله يبارك زعما تاكي فرنسي تخدم منه زعما فرنسا وزرع المهم كتا جبيد ديجا ما دار كان عندك كنت نسرسنا تاكي متجب ذا ريحان سنت
صافي ناس الدواعي يوث السياق ان شاء الله راح تكون مليحه. هذا مكان حبيبتي في هذا القضيان، هذا واش قضيت هاد السمانه والله ما خرجناش كامل باش نقضيو، خرجت برك باش نقضي الخضره سي فري شويه خضره، بصح هاد لي تخوك ما كانوش في البروغرام، بصح راني زدتهم على بالكم نسى كما قلت لكم خياتي، على بالكم حنا نسى اون جينيرال نموتوا على القضيان، نموتوا على القرابج والموت على كامل هاد السوال. هاك اللي كنت بنا في حدي اللي كنت سلاون نحملك وشو غاجا كيني ما تفغض تقضض هتسمنض وتكتم دارك وخا ما تسيش مضى سوبر مارشي تسمنض وتفغض دارا هتشم دار سوق الخضار تسمنض وتفغض دارا. لو كان انت في سطول بس دنا اودي قزمي ديري من دي تاكو سطول بس دي تاكو ايه هي كاعت حدي. ودرك ان شاء الله راح نجوز للدار، راح ندير بيان سور تنظيف للدار وندير شويه روتين، راح نخليكم معايا والوصفه ان شاء الله راح تكون وصفه الباذنجان وراح تشوفوها معايا ان شاء الله. لكن كنت دينا في حذيفه دو غاش غارو خام اخذ ما تقدرك شويه خام اخذ ما شطح لا روتيني كي كنت مثل روتيني باذنجان ان شاء الله هتجي دار مساكي ان شاء الله. وهنا خياتي هذه هي طريقه اللي نستحفظ بها بالخضر تاعي في الثلاجه. بيان سور راح نبدا نخلي الخضره اللي كانت عندي نخليها برك من الفوق باش نبدا منها كني كنت تنا في حذي ذاقني ثنا مشي تسقي تجمع الخضره نو غير كي كنت طف كثار نسمانه لا شريام كنت طف كثار كي جيت يخدمها توجور حاجه طماطيش تجاكني حاجه ماشي كنت ديني حاجه طماطيش تجاكني بيان سور مثل ثنا يقل انا غير ديجا مقفلت شطح الخضره هاك وقفت تجاتي كسوفلا تجاكي سوفلا باغ اكزومبل الناس الطماطيش اللي بان مزيح انا واجهت الزفدا ثير كوناشو اتدار سوفلا ثاني انا خدمه اسني ما اسني سوا سوا صغار. هذه هي الطريقه تاعي خياتي. وهنا خياتي هاي هذه هي الحاله تاع سونو تاعي الصباح ما نوض كي نصبح هكذا نلقاها بيان سور بعد شحال جازو 3 ايام ولا 4 ايام اللي درتو كامل كدنا في حذايا تن الحاله من صالون كتسولين مي يدا 3 ايام 4 ايام ثاني فؤاد شغل من فؤاد وكذا كي العشاء واش في غير ويتشن ديكيني يا فؤاد يا فيس ثورة أتولي متكذي إن شاء الله تابعوا معايا راح نشوفوا معايا كيفاش راح ندير التنظيف ما على باليش إلى عميق ولا خفيف كل واحد مبغي يتولي بالنسبة ليا دفاسون يوعر خاطر توجور يجيني على العيا توجور نوغ توجور في العيا بيان سور كيما راهي يبان لكم أنا كي نوض الصباح نحل ديراكتومون الطواقي باش تهوالي الدار بيان سور لا جورني كي نكون في الدار بيان سور كنت سوين هذا إذا جيم كنت تدني غما تكره الصباح ديريكت تفتح طويقان طويقان وقت خمامين ماذا صنوا ما تكوزي انت ماذا اللي لا حاجه غندو تصنيع ما الا الا وي مازال تصن بيان سور تفتح الطاق فاتو لم في كيدي امشي ان شاء الله على في تيز دي قبل كيما راح تشوفوا خياتي راح نبدا منا وراح نخمر كامل الصالون ومن بعد نولي نمسح الغبره ونحي كامل هاد العفايس اللي هنايا اللي كنت درنا في حذاي هذا هذيك صوك كل حوايج كاين هذيك صوك كاين كي لات زياده ومن بعد هذا هذا نمسح الغبار هذيك صار كلش خليكم معايا.
وهنا خياتي راح نحي الغبره في هذه الجهه كتساندي تحت هذه الكسار غبار وكيفاكيني. وهنا راح نمسح كامل الغبره ومن بعد نزيد المبل ديال الجوسور كيسلك كلش. راح نجوز بالنشاف حاشاكم كي كنت دينا في حذاي ذاكيني هاي لك المشة تاعي حتى انا مشيش نيا انا وجا هم كانت سياقة في رجعنا كنت تقدر مشيش هم كانت سياقة تقدر مشيش كيما تسياقة انتي توالد فيها هم كي كنت دينا في حذاي فيها دمسح عوك ذاكيني دمسح عوك عبارة سكس عوك عبارة المبل كيني ذا نوع مبل شوسورني ومن بعد الدوغ الغرق كنت تسعدوك حتى حاشاكم حاشاكم تسعدوك نشاف مليح الدوغ الغرق. وكيما تعرفوا خياتي اللي عندها ابارتمون صغيره لازم تسيق جهه من بعد تزيد الجهه الاخرى تبدل لهنايا تروح لهنا. على كل حال كيما يقولوا الضيق في القلوب. بصح انا هاد لاستوس اللي نستخدمها زعما نجبد قبل هاد الجهه نجبدها كامل لهنايا نسيق فيها مليح من بعد نعاود نرجعها ومن بعد ندور لهاد الجهه كيف كيف يا سيد سويد كني كنت دينا في حذاي ونكس على ابارتمون مشطوحه مثقينو زعما فهمتي ماشي قان دق جوجاون معنا يمكن لا سبيسي كي تخدم هاد الجفده هاد الجفده زعما لا بارتي كي تجفده غير ديك تيقوكم جا حدينا ابري لا بارتي كي داغون ابري تي كي دا اكسيتيرا اكسيت اكنيت كي ميجاك شورجي ثورا اقري داك الحق غادي تسعد غادي نشوف حاشاكم. وهنا لحقت لهاد الطبقات اللي برك هاد الجهه راح نكملها خليكم معايا. وهنا راح نجي لهاد المبل شوسور راح نمسحو كامل مليح مليح كيما راه يبان لكم. شوفوا لي تراس تاع اليدين كتسول نتي حدايا وجنت كالي طراسو كيف السونه ما فؤاد ما ماذا مشيش ني وكت حملو كدنا جندا كي مشيش نستنى الضجعاف هذاك القطا ونديري عبد صافي ثلاث ساعات داك فلاس ومن بعد الدوالة. وهنا هادي لا شومبر تاع فؤاد نخلي له ديما هاد الطابيق قدام الباب باش ينحي البليعه تاع حاشاكم ولا كي يدخل باش ديما تقعد نقيه. وهنا راني سلكت في الصالون كيما راه يبان لكم نقيتو الله الله بصح راني في شجره حتى عيد كتسول نتي حداي خدمة في دوك لي كتغسلو كاين جا قران كتغسلو كاع بار سي قاعدين دوك بيان. ودوك راح نشعل لكم هاد لافونتين لي طرد لي الروح هايليك طرد الروح لي كان تقعدي قدامها هكذاك قيس خمس دقايق ولا عشر دقايق ونزيد لها هذاك الكناري تاعي لهنايا تشوف اون ديري لا كيف في الغابة الله الله تغمضي عينيك واحد واحد لا دوسور هكذاك ولا ما نلقاش كيفاش نقولها لكم. كي كنت انا في حدايا تلاقيني زعما كي كنت دينا لافونتين لاقيني صبيح زعما كي دينا شغل فاصون سيري دا روح مكيني يا شاك فوا ما تقيم هذا كيني دو غير هذا كيني كرسي وي ونا دو غير بزاف وتاين تقيم هذا كيني تقيم هكذا يك صانو هذا نوع كان عيني هذا كيني تسمح سي صوت الصندوق اللي كيمي غير فيغ الصندوق اللي كيمي غزار الصندوق فاصون يوصل دي سيغ زعما كنتي كنت تتفهم اش كيف اش كيف ايه هي في حدايا كنت الدنيا كنت تجا دي لهنا علاش كي ان شاء الله حتى مديت ان شاء الله هاتي لا فيديو تبعي ثقيني عندك كنت تخدم معاهم وارش تنين وارش تنين شو كنت تدنا لكن من باذنجان ان شاء الله ما يخدم ربي. الى هنا حبيبتي الحق طرف نتاع لا فيديو لهادي راح يكون فيديو ان شاء الله تابع لهذا الفيديو استناوني في هذه العشيه ان شاء الله عرفتي ملي اللي تتحدي جاكم لهنا.